الثلج يغطي الأسكندرية والأرصاد تحذر من الأمطار الرعدية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو أول مرة تشوف القناة فضلاً وليس أمراً، لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة حتى يصلك مني كل جديد. غيرت موجة الطقس والصقيع الذي تعم على البلاد وجه الأسكندرية بعد تساقط الأمطار والثلوج، وغطت الثلوج معظم أحياء الأسكندرية، وتحولت عروس البحر إلى اللون الأبيض بعد سقوط الثلوج بكثافة صباح اليوم. وكانت الأرصاد حذرت المواطنين من موجة الطقس السيء التي تضرب البلاد، وعطلت الدراسة في 7 محافظات من بينها الأسكندرية اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد ونوت الصقيع. وتوقعت الأرصاد طقس الاثنين بارد نهارا على القاهرة والوجه البحري والسواحل وشمال الصعيد، وشديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء مع تساقط أمطار رعدية مسحوبة بالثلوج على السواحل الشمالية وشمال الدلتا أيضا، واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وارتفاع الأمواج. اللهم صيبا نافعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.